بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اخر موضوع اكلمكم فيه ذا كول فور ايفانجيليزم. احنا موضوعنا الكبير سند مي. فتاني براجع كل اللي اتقال في الليله دي واللي هيتقال في كورس الكرازه، بس هاخدها من نص تاني ارميه واحد، لان ارميه ده انا بحبه قوي، وارميه كارز من نوع خاص. يعني الاصحاح الاولاني ده بالذات في كل البيزكس برضو. ارميه واحد The call for evangelism. بيبتدي ربنا الأول يظهر لأرميا ويقول له إيه؟ تعال اشتغل معي ومن بطن أمك أنا دعيتك. فأرميا بيتخض ويقول له أنا صغير، أنا ولد. يقول له ما تقولش أنا ولد، هبعتك وهتروح، واللي أقول لك تكلمه تكلمه، والكلام اللي هقوله لك تقوله. فضل أرميا خايف، أم ربنا مد إيده ولمس شفتيه، شبه بتاعة أشعياء لما إيه الجمرة لمست شفتيه، وقال له أنا حطيت كلامي في فمك، روح ما تخافش، روح شيل وحط، شيل كل حاجة غلط وحط كل حاجة صح. ده أرميا واحد. بعد اللقاء الأولاني ده الكول ده قال له أنت شايف إيه أرميا؟ فكشف له عن عينه، فشاف زي رؤية كده، شاف عرق نبات كده طالع اسمه قضيب لوز، والأرض كلها قحط، فشاف قضيب لوز طالع عشوائي. فقال له أنت شايف إيه؟ قال له شايف قضيب لوز. قضيب اللوز طالع وعمال يزهر من غير ما حد يمد إيده ويشتغله. فقال له بص، دي رسالة ليك، افهم شغلي، أنا ساهر لأجري كلمتي، أنا ساهر على كلمتي لأجريها. تلاقي الدنيا غامقة قوي، بس أنا شغال معاك، شغال على الكلام. So he mentioned the work of God through the servant. When you speak the word of God, the power of the word of God will move on. يعني في قوة في الكلمة نفسها. فربنا سهران على كلام. جات له رسالة تانية، قال له شايف ايه؟ قال له شايف قدرة مفتوحة طالع منها هبو. قال له في شر جاي على العالم كله، لكن أنا هنقذك منه، وأنت دورك تحذر العالم منه. أنا خلصت أرميا واحد. يبقى هو ثلاث فقرات. أول فقرة أرميا، أنا دعوتك باسمك، أنا عاوزك تشتغل معي. لا أنا خايف، ما تخافش، أنا معك حبيب، وهعملك مدينة حصينة وعمود حديد ونحاس، ومش هيقدروا عليك. لا خايف، أنا صغير. أمس شفتيه وقال له روح بس اتكلم ما تخافش. شايف ايه أرميا؟ شايف قضيب لوز. ايوه، يعني انا بزرع والزرع بيجيب ثمر في الوقت المناسب، فما تيأس. تالت رسالة شايف ايه؟ شايف قدرة مفتوحة وشكلها وحش، في شر جاي، اقف للشر ده، نبه الناس منه. تعالوا نعيش بقى الكلام ده. The first message in Jeremiah chapter 1 that you are called by your name. You are chosen to serve God. And you should feel this feeling. It's not the work of men. It's not even the work of church people. No. You are called by God himself. And all successful servants felt this feeling. They were called by God by their name. لازم تحس ان ربنا بيقول لك انا عاوزك انت، انا عاوزك انت يا بنتي، اشتغلي معايا. الاحساس ده مريح جدا ومفرح، ويخليك تستحمل كل اللي يجي عليك. ليه؟ ربنا عارف بيقول ايه، وربنا بيحب عياله وعاوزهم يشتغلوا معاه. فالموضوع مش وعظة صدقوني، وده اللي هيخليك تشوف انك ربنا بيشتغل بيك بجد وتكسب ناس، لان ده مش شغلك انت. فيو شود بليف ان ذا كول. ذير از ا ريل كول فور ايتش اوف اس، والكول coming from God through somebody, through the circumstances, through your conscience, but still it's a call from God. تاني حاجة، it's very much accepted when you are called by God to feel like that's too much, I cannot. يعني تحس انك خايف عادي، تحس ان الموضوع كبير عادي، تحس انك ما تنفعش خالص، ده عادي ومطلوب ولازم تحس بكده. بس ربنا مش بيتراجع عن الكل. عارف لما واحد يقول له انا، ايوه انت، ب
بجد انا؟ ايوه انت، صدقني. فتبقى مش مصدق روحك. حصلت مع كل الناس وبتحصل معاكم، فده لازم تحسه، ويا ريتك تحافظ على الاحساس ده. تالت حاجه ان ربنا نفسه بيشجع اولاده، واي خادم فيكم بالذات القدام عارف يعني ايه ربنا بيشجع. You should experience الطبطبة، ما اعرفش بالانجلش تبقى ايه، بتاعت ربنا. He encourages his people. هتحس ان ربنا بيطبطب عليك، بيدلعك، بيرد عليك، بيبارك لك في خطوات، عشان يقول لك صدقني انا معاك، صدقني ده شغلي. فيبقى اللقطة الاولى دي فيها كذا حاجة، انت فعلا مدعو بالاسم، اتنين هتحس انك خايف، تلاتة هيشجعك. دي قواعد ثابتة بقى في اي خادم بينجح في حياته، سبيشالي بقى لو ديديكيتد بعد كده لربنا. تاني نقطة مهمة، say and do not say، قول حاجات وما تقولش حاجات. ربنا اول مرة يقابل ارميا، وارميا يعني يتقابل مع المسيح كده، قال له كلمة جميلة قوي، do not say. Because many of us used to say I'm weak, I'm bad, I'm a big failure, I cannot. Please stop these negative comments, negative sentences. No, do not say so. You can say you will help me, God with you, everything will be fine. مهم قوي انك تتعلم طريقة قول وما تقولش. صلح كلامك، صلح دماغك، لانك لو فضلت تتكلم كلام سلبي معطل ربنا عن الشغل. فهنا ابتدى ارميا، كان شاب صغير ما جابش 20 سنة في الوقت ده، فمخضوض قوي لانه هيبقى نبي الشعب كله ضايع، وفي كهنة عواجيز، وهو من عيلة كهنوت وعنده مشكلة في العيلة مع الكهنوت، وحاجة شغلها صعبة. قال له ما تخافش انا هشتغل بيك، لكن do not say. دي رسالة مهمة قوي، اي كلام سلبي ما ينفعش تفضل تقوله، لازم تقول لنفسك كلام ايجابي. ربنا عارف بيعمل ايه، ربنا مرتب، الحكايه مش عشوائي. ما تقعدش تركز على الناس وعيوب الناس ومشاكل الخدمه، do not say so. بس كده قول بقى كلام زي ايه، حاضر يا رب، ساعدني يا رب، لكن ما تقولش انا صغير. ايوه ما انت صغير وكلنا صغيرين، قول ربنا معايا. فدي رسالة مهمة لينا، لما ربنا يشتغل بينا ويوسع علينا يفضل الواحد عارف يقول ايه. ببساطة كده ربنا بيشطب على حاجات وبيحط حاجات مطرحة، قول كده ما تقولش كده. رسالة تالتة، مد الرب يده ولمس فمه. نفسي أحبائي تقتنعوا بحاجة مهمة، قوة الكارز في المسبح، في الإفخارستية، في اللمسة الإلهية. كل لما تحب القداس، وكل لما تشبع بالقداس، وكل لما يبقى التناول راس مالك، هتبقى متأكد ان اللي دخل بقك هو اللي هيكلم. القصة بالبساطة دي، فأي كارز يبعد عن التناول بقى موبايل ما تشحنش، ملوش اي لازمة، ما يسواش حاجة، ملوش اي دور. لكن موبايل بيتشحن بتاعنا باللمسة الإلهية، بالجمرة بتاعت أشعياء. فمد الرب يده ولمس فمي. ليه؟ هقول لك تقول ايه؟ هحط نعمة هنا فتتكلم كلام يجيب نتيجة. فالموضوع بسيط، كلكم هتجربوا ده في يوم من الأيام، تبقى محضر وخايف قوي وبعد يطلع كلام غير اللي انت محضره، معلش وماله، وتلاقي الناس بتتأثر. هو بيتأثروا على ايه؟ ده انا حتى مش مقتنع باللي انا بقوله، مش ما ده شغله بقى. في لمسة إلهية، جعلت كلامي في فمك. انظر، بصوا التعبير الحلو ده، see I have this day set you over the nations، وترجمة وكلتك، لأنها في العبري فيها مفهوم الوكالة، لأن أرميا هياخد رتبة كهنوتية هنا، أو يعني رسالة، عملتك وكيل. تقلع وتهدم وتهلك وتنقض، كل ده إيه؟ هد 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 هد، مش كده؟ وبعدين تبني وتغرس. هنشيل طباع غلط، هنشيل خطايا غلط، هنشيل مفاهيم غلط، وبعدين هنحط مفاهيم صح. كل ده شغل الكارز.
فلازم الواحد يعيش مع اللمسة الإلهية دي. ملناش قوة إلا من خلال علاقتنا بربنا والثبات في التناول. والوكالة مسؤولية، بس هو اللي شايل، ما تخافش من اللقب وكيل، لأنه صاحب الشغلة هيفضل معاك وفي ظهرك على طول. أما الرسالة، look at carefully كده، roots out، pulls down، destroys، throws down، then builds and plants. كل كلمة من دول صدقوني مليانة معاني، لأن أنت بتغير في طبيعة ناس، بتصلح الناس، فمحتاج تبقى عارف أنه بتشفيهم، بتعالج أمراضهم كلها، وبعدين بتكبرهم بقى عشان يبقوا شبه المسيح. تكمل الحكاية بقى أنه قال له أنت شايف إيه؟ ربنا يسوع بقى بيصاحبه يعني عشان يقرب منه، ماذا أنت رائن؟ زرمايا، what do you see؟ هيتقال لك أنت مايكل، what do you see؟ بيتر، what do you see؟ شيرين، what do you see؟ ربنا هيسألك كده، شايف إيه؟ طبعا أنت نظرك 7/70، ملخبط آخر لخبط، معلش، وربنا يحب أنك تعدل نظرك. فأنت كل اللي شايفه، شايف ناس وحشة، شايف بلد كبيرة، شايف مشاكل، شايف ضعفاتك، معلش، بس قول أنت شايف إيه؟ فقال له أنا شايف برانش أوف أن ألموند تري، بيقولوا بالذات اللوز يطلع أحيانا في نوع منه عشوائي كده، تلاقيه طلع من غير مية، من غير ما حد يزرع، من غير كده، وابتدى يطلع لوحده زرع، عشان يقول له حتى لو الدنيا غامقة قوي أنا بشتغل في القلوب دي، أنا بصلح في البلاد، أنا بغير في السياسة عشان يعرفوني، فأنا سهران. You have seen well for I'm ready to perform my word. I'm ready to perform my word. Believe in the role of God. Believe in the grace of God. Believe that this is His work. It's not mine. His achievement. His goal. His heart. God wants everyone to know Him. That's why He changes miraculously things. بيغير بشكل معجزي حاجات. احنا صدقوني في بلاد بيحصل فيها مشاكل سياسية عشان الكرازة تتحرك، توصل لكده، لان ربنا عاوز الناس. فانت هتشوف بقى ايد ربنا بتعمل حاجة كبيرة قوي، فهتبقى ياها تطلع الموضوع اكبر بكتير، اكبر منك بكتير. بس انت لما تشوف قضيب اللوز هتبتسم، هتفرح، هيبقى عندك رجاء. قضيب اللوز اللي طالع في أرض رملة كده ما فيهاش ولا زرعة خضرة يفتح النفس. فأول رسالة ربنا بعتها الأرمية رسالة رجاء، keep the hope، keep the almond tree، خليها في دماغك أنه there is always hope حتى لو الدنيا ملخبطة، لأن ربنا بيعمل شغله. I'm watchful to perform my word. A branch of an almond tree amidst a deserted land، يعني desert لكن فيها ايه، شجرة منبتة كده، ممكن تاخد سنين بس هتطلع حاجة حلو. كمان what do you see، ده سؤال احنا بنسأله كتير قوي، الفيجن. you have to have a vision. الفيجن غير الجول، ها، the big vision، the big picture، كل العالم يرجع للمسيح، كل الكونتري دي تبقى بتاعت المسيح، كل الناس ترجع للإيمان الصح. فلازم كل شوية تسأل نفسك what do you see، شايف إيه؟ شايف البيج بيكتشر ولا شايف بس اللحظة؟ بصص تحت رجلك مش هتنفع كارز. بولس لو بص تحت رجله ما كانش طلع ورا رحلة، كنا قعدنا في أنطاكيا. مرقس لو بص تحت رجله ما كانش جه مصر ولا أفريقيا، لكن هو الفيجن كانت كبيرة قوي، عارف يشوفها فبيتحرك صح. فالناس دي غيرت العالم because of the vision. وبعدين صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا، ماذا أنت رائن؟ إني رائن قدرا منفوخا. I said I see a boiling pot. إيه ده، أنا نعمل شاي ولا إيه؟ boiling pot. It's facing away from the north. The north بابل جاية، بابل جاية بالخراب كله بقى، مملكة بابل كانت جاية.
فهنا الرؤية الثانية you need to understand the challenges, you need to have a SWOT analysis, you need to know your enemy, you need to understand devil's plans. لازم تفهم ده كله. حدش هيسكت لك على وانت عاوز تخلص الناس تاخدهم من النار كده واذا الشيطان قاعد يتفرج. فبعد ما وراك قضيب اللوز وراك القدرة المهببة بقى البويلينج بوت دي يعني شغل الاعداء. فهنا قال له ايه؟ من الشمال من الشمال ينفتح الشر, هيجي لك شر من كل ناحية تغفسه عادي جدا. يقول يأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم. يعني الشياطين لو طالوا يخلوا الكنيسة كلها شياطين, يلخبطوا كل الإيمانيات, يضيعوا كل الخدام. خطة الشيطان كده, يخربوا كل البيوت. ما طبعا مش الشيطان هيقعد فاضي. طيب ده كلام يخوف, لا ما تخافش. يبقى first of all you have to understand the culture, the problems, the challenges, the يعني الوار جاية ازاي, الحرب جاية لك من فين. Dangers on Jerusalem, في خطورة على التعليم, أيوة, في خطورة على الأخلاق, مظبوط, في خطورة على المحبة, مظبوط, كويس, خليك فاهم كل الحيل اللي موجودة حوالين الكنيسة. أخيرا قال له إيه؟ أما أنت فنطق حق واحد. دي آخر رسالة بقى لأرمية. أرمية أنا معاك, أرمية أنا بلمس شفتيك, أرمية ما تقولش, قول اللي أنا أقوله بس. أرمية شايف إيه؟ تخافش, في قضيب لوز دايما, دنيا فل لوز. أرمية في قدرة جايبة هبه, لازم تبقى واعي للشر. طب إيه بقى المطلوب؟ يلا قوم بقى إيه, شد حيلك, نطق حقويك, يعني شد شوية, وقف كده واربط الحزام عشان هنبتدي نشتغل. When you have a vision, when you understand the situation, when you research the country, when you are empowered by the Holy Spirit and by the call of God, now let's start. ما ينفعش تبتدي قبل كده. فقال له دلوقتي بقى يلا نطق حقويك, قوم وكلم بقى. وبص اول ما تتكلم هيكشروا في وشك, هيبصوا لك كده من فوق لتحت. انت هتيجي تغير الدنيا, ما تخافش, ولو خفت هسيبك تخاف. تعبير جميل قوي, لا ترتاع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. غريب قوي, يعني انت لو خفت هسيبك للخوف, لكن لو ما خفتش هوريك ان هم كلهم أرانب وفران, ما تخافش. فانت ما تتخضش, هيعملوا عليك كده يعني مش عارف ايه, ما تخافش, منظر روح الفاطم. وبعدين يقول له كلام مريح قوي, Behold I have made you this day a fortified city, an iron pillar, a bronze walls against the whole land, against the kings of Judah, against the princes, against the priests, طبعا الكهنة الملخبطين بتوع اليهود, against the people of the land. They will fight against you, but they shall not prevail against you, for I am with you, say the Lord, to deliver you. الدنيا كلها تقلب عليك, ما تخافش, أنا معك وهنقذك. فحط له كل المحاذير, بس قال له يلا ابتدي بقى وخلي قلبك جامد وما تخافش. وكذا مرة يقول له أنا نطق حقويق. دي بقى هي حياة الصوم والصلاة, احنا سلاحنا في الخدمة نصلي ونصوم. اربط الحزام, هي ببساطة يعني ما تاكلش بقى بمزاجك بقى وتنام بمزاجك قوي وبعدين تقول هغلب شيطان. شيطان ايه اللي هتغلبه يعني؟ فهذا الجنس لا يخرج الا بالصلاة والصوم. فنطق حقويك. اتنين, ما تخافش, شغل ربنا مش محتاج خوف, انا معاك وهنقذك حيثما تسأل. ارمية واحد ممتع لانه شبه اشعياء ستة قوي, نفس قواعد الدعوة هي هي. ربنا بيكلمك بيرسونالي, انت بتخاف, بيطمنك, يقول لك انا معاك, بيحطك على اول الطريق, بيفضل في ظهرك, وبتبتدي. وطول ما انت بتبتدي تطلع وتنزل, تهنك شوية, تطبطب شوية, ترجع تكمل شوية, تقع شوية, عادي عادي, السكة طالعة نازلة كده زي المطبات, لكن ده ربنا. ربنا يدينا نعمة ان احنا نشتغل معاه ونحب الخدمة دي ونفرح بدعوته ل
لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.